وتمام كده. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وكل سنه طيبين طبعا بمناسبه السنه الجديده 2022، وده هيبقى اول فيديو تطبيقات رايقه جدا، فيديو هيدلع موبايلكم في بدايه السنه. فتعالوا اقول لكم على اجمل تطبيقات انا جربتها كده وجهزتها كده تدعبس كده عشان تطلعوا تطبيقات رايقه. فلايكك الجميل، كوبايه الشاي او كوبايه الكاكاو بتاعتك او كوبايه القهوه، اي حاجه انت عايزها، وتعال نبدا الفيديو بتاع النهارده. واول تطبيق معانا اسمه اد سايلنس. التطبيق ده كل فكرته ان هو بيمنع صوت الاعلانات اللي بتحصل في تطبيقات تشغيل الموسيقى المجانيه. لو انت مثلا بتستخدم سبوتيفاي مثلا وبتستخدمه فتره طويله، هتلاقي ان في اعلانات لازم بتيجي في وسط استخدامك للتطبيق، فالتطبيق ده بيوقفها. وتقدر تختار التطبيقات او الخدمات اللي هو بيتوافق معاها. هو بيتوافق مع تيدل ومع سبوتيفاي ومع كذا خدمه تانية. انا مثلا بستخدمه على سبوتيفاي بس، لان انا بستخدم سبوتيفاي ما عنديش السيرفيسز تانية، وفعلا شغال. يعني لو انت مثلا مشغل ميوزك على سبوتيفاي وفي اي حاجه شغاله، هو بيقدر يتحكم بالبوز والبلاي ويوقف ويطفي الصوت، وبيعمل هو بيطفي الصوت وقت الاعلانات، فهتلاقي ان مفيش اي اعلانات شغاله او بيقفل لك صوت الاعلانات. فتجربه لذيذه جدا ولطيفه، انصحكم تجربوها مع التطبيق ده، ومجاني، وهتلاقوا اللينك بتاعه في الديسكربشن تحت الفيديو. نرجع تاني لسبوتيفاي. انا دلوقتي جوه سبوتيفاي بقى وبسمع والكلام ده كله. التطبيق ده ممكن يكون قلنا عليه قبل كده، ولكن هو تطبيق روش وجامد جدا الصراحه. فانا عايز مثلا البلاي ليست دي كلها احملها اوف لاين على الموبايل، يعني عايزها تبقى موجوده من غير نت، عايز اسمع احمل الاغاني دي بكواليتي عاليه جدا والبلاي ليست كلها تتحمل. فكل اللي بعمله ان انا بروح مثلا البلاي ليست بتاعت اسمها تشيل ميوزك، وبدوس على الثلاث نقط دول في سبوتيفاي، وبعمل شير وبعمل كوبي لللينك. وبعد ما اعمل كوبي لللينك بعمل ايه؟ او نسخ لللينك. كل اللي بعمله ان بحمل التطبيق سبوتيفلاير اللي انا بقولك عليه دلوقتي. التطبيق ده ما فيهوش اعلانات، تطبيق جميل جدا وروش جدا ومجاني واوبن سورس، وكل حاجه هتحمله من متجر اف درويد، هسيب لك اللينك بتاعه في الديسكربشن. وكل اللي تعمله ان انت تعمل اضافه للينك هنا وتعمل سيرش، هيجيب لك كل البلاي ليست. يا اما تحمل الاغنيه اللي انت عايزها فهيحملها لك اوفلاين عن طريق الزرار ده، او تعمل داونلود لكل البلاي ليست وهيحملها لك اكنها بلاي ليست كامله على الموبايل بتاعك، تسمعها في اي وقت من غير فلوس ومن غير اعلانات ومن غير اي حاجه. فدي حاجه جامده جدا. بص يعني انزل تحت الفيديو اعمل لايك، يعني اعمل لايك واعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس، عشان تلات ارباع الجرام مش عامل سبسكرايب ومش مروق عليا زي ما انا مروق عليكم دلوقتي. وتعالوا نشوف التطبيق اللي بعد كده. التطبيق اللي بعد كده بقى اسمه واردن سكانر. اتمنى اكون بقرا صح، كده كده اسمه يبقى ظاهر قدامكم على الشاشه، او هتلاقوا الاسم بتاعه موجود في الديسكربشن. كل اللي بيعمله ان هو تطبيق يعني لحمايه خصوصيتك، يعني هو في حاجات جامده جدا هوريها لكم دلوقتي. هو كل عينه بيعمل سكان لكل التطبيقات الموجوده على الجهاز، طبعا ده بياخد وقت. بيعرفك ايه؟ بيعرفك التطبيقات اللي بتتتبعك وبتاخد بياناتك توديها لمين. يعني مثلا ابلكيشن زي وان جاليري ده بيودي الداتا بتاعتي لفين؟ هو في تراكرز، فالتراكرز بتاعت الاعلانات دي بتودي الداتا لفين؟ بتوديها لجوجل وفيسبوك وجوجل وجوجل برضو. دي السيرفيسز اللي هي بتاخد الداتا بتاعتك وتظهر لك اعلانات بناء على اساسها. هل بقى فيها لوجرز؟ هل فيها مثلا في حاجه ثانيه اسمها لوجرز؟ لو التطبيق ما فيهوش لوجرز يبقى انت في السليم. انا ما اتعمقش في الموضوع قوي، ولكن التطبيق بيبين لك التطبيقات اللي بتاخد الداتا بتاعتك. فمثلا عندك تطبيق زي امازون مثلا بياخد الداتا بتاعتك يوديها فين بقى؟ نشوفه بالظبط. فمثلا بياخد الداتا بتاعتك بيوديها اكيد اكيد لجوجل والامازون برضو، امازون ادفرتايزمنت يعني الاعلانات بتاعت امازون. طبيعي هو بيستخدم بيروق على حاله طبعا. وكذلك كل التطبيقات التانية هتلاقي بقى هو كاتب لك بقى التهديد بتاعه، الداتا اللي بيستخدمها، الكلام ده كله بتروح لمين، وكل ده نازل على يعني كل ده جوه التطبيق من غير اعلانات من غير اي حاجه. هسيب لكم اللينك بتاعه موجود في الديسكربشن. تطبيق جامد جدا، وتقدر تدعبسه من جوه بقى تشوفوا بقى حاجات تانية كتير فيه، وده للناس اللي بتحب ان هي تطمن على الخصوصية بتاعتها. التطبيق اللي بعد كده هو تطبيق مجاني موجود على البلاي ستور، ولازم كل الناس اللي بتتفرج على الفيديو ده تحمله، وهو تطبيق الـ NTRA اللي هو بتاع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. التطبيق ده فايدته ايه؟ التطبيق ده ليه استخدامات كتير، انت بتتابع حساباتك وخطوطك والكلام ده كله، ولكن الميزة الأكبر والشكاوي بتاعتك والكلام ده، تقدر تعمل شكوى أونلاين والليلة دي كلها، تقدر تعمل سبيد تيست والكلام ده كله، ولكن الميزة الرئيسية فيه، الميزة الأساسية والجامدة جدا فيه، ان هو بيوري لك الارقام اللي على يعني على حسابك او باسمك. يعني زمان لو تفتكروا كان في ناس كتير قوي بتاخد صورة البطاقة بتاعت حد وتشتري بيها 20 و30 و40 رقم، وبالتالي ممكن حد يستخدم ارقام دي ان هو يعمل حاجة مش قانونية. فالتطبيق هنا بيجيب لك العدد الارقام من كل شركه انت معاها، فلو لقيت ارقام اكتر من اللي معاك عددها يبقى انت كده في حد بيستخدم الارقام بتاعتك، او حد استخدم بطاقتك في شراء ارقام، ولازم تتنبه الموضوع ده، لازم توقفهم
بتاعتهم في اسرع وقت. طيب لو انا دلوقتي عايز اعرف الارقام دي، الاول ما كانش فيه الامكانيه دي، لكن دلوقتي تقدر تعرف الارقام عن طريق انك انت تدوس على الرقم بيظهر لك الرقم مباشره. تقدر ان انت تروح وتطلب من موزع الخدمه بتاعك ان هو يقفل لك الرقم ده، ده رقمي ورقم الفلاني، ان هم كانوا ساعات بيرخموا وتقول له بعد اذنك انا عايز اقفله، فاهمين قصدي؟ لان هو كان قوي بيرخم ان انت مش عارف الرقم فما بيقفلوش. لا، تقدر دلوقتي تقفله او تتواصل مع صاحب الرقم عشان تنقل له ملكيه الرقم لو انت حابب تعمل الموضوع ده. فتطبيق روش جدا وجامد جدا، انصحكم ان انتم تجربوه. التطبيق اللي بعد كده بقى اسمه فيك ترافلر. التطبيق ده بقى يعني اروش تطبيق في الفيديو بتاع النهارده. التطبيق ده انا استخدمه كتير جدا الصراحه، وكل الفكره بتاعته ان هو بينقلك في مكان تاني، في جزء تاني من العالم. يعني بيخلي الجي بي اس، بيخلي جوجل مابس، بيخلي تطبيقات الاتصال، تطبيقات اي تطبيق في الدنيا يجيب مكانك ان انت في امريكا مثلا. انا كنت مختار مثلا ان انا في امريكا، تقدر تختار اي بلد تانية انت عايزها. فكل انت بتعمله عشان تفعله ان انت بتحمل التطبيق، وبعد كده بتخش على الاعدادات وتفعل اعدادات المطور في الموبايل بتاعك. في ناس بتقدر تفعلها عن طريق ان انت بتدوس على المي اي فيرجن كذا مره، تفتح الديفلوبر مود او وضع المطور. لو انت معاك موبايل تاني ليها طريقه تانية، تدوس على البيلد نمبر وتخش على اعدادات اضافيه، وبعد كده الديفلوبر اوبشن، وتنزل لتحت كده هتلاقي حاجه اسمها موك لوكيشن. بعد ما تلاقي الاختيار بتاع موك لوكيشن اب تدوس عليه وتختار فيك ترافلر، وبعد كده ترجع تفتح التطبيق تاني وتختار المكان انت عايز تبقى فيه. فانا مثلا عايز ابقى مثلا هنا في امريكا مثلا، فدوست ابلاي، هو كده شغله. انا مثلا خليته انه يفضل شغال للابد، يعني ما يختارش وقت معين، لا للابد تفضل انت موجود في المكان ده. طبعا انا فتحت دلوقتي، هو بيهيس في بعض الاحيان، ولكن هو جايبني دلوقتي ان انا في امريكا، هتلاقوه هيس ورجع هيس ورجع. ولكن التطبيق ده المشكله دي او التهيسه دي مع جوجل مابس بس، لكن في كل التطبيقات التانيه هتلاقوه شغال كويس جدا من غير اي مشكله. يعني لو تطبيق مثلا للشحن، تطبيق لاي حاجه عايز تفتح مثلا امازون في امريكا، ياخد اللوكيشن بتاعك الكلام ده كله. فلا، التطبيق دروش في الحته دي قوي. التطبيق اللي بعد كده اسمه ار يو ذير ييت. كل الفكره بتاعته ان هو لو انت رايح مكان ما ومش انت اللي سايق، يعني راكب مواصله او مع حد وعايز تريح شويه، عايز تايل شويه لحد ما توصل، فكل اللي بتعمله، انا مثلا في حلوان دلوقتي، فانا عايز مثلا اروح مول كايرو فيستيفال سيتي، او عايز اروح مول كايرو فيستيفال. فكل اللي بعمله ان انا بختار المكان وبختار الرينج اللي انا عايزه يحدد لي او يفوقني لما انزل. اول ما اخش جوه الرينج ده كده بالعربيه يوضح لي او يقول لي والله انت وصلت فعرفني، فاهمين قصدي؟ فاول ما هبتدي اخش جوه الرينج ده، انا كده عامل المكان بتاعي اللي هو كارفيس سيتي، وبختار المساحه اللي انا عايز ان انا اول ما اوصل يعرفني. فانا اخترت المنطقه دي، اول ما العربيه تخش في المنطقه دي الموبايل هيبتدي ينبهني ان انا قربت من المكان اللي انا فيه، وبالتالي مش لازم افضل صاحي، مش لازم افضل متابع الماب طول ما مش انت اللي سايق او مش انت المسؤول عن الطريق. فتطبيق جامد جدا ومجاني، هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكربشن، هتستفيدوا منه كتير قوي، وشغال في مصر عادي جدا من غير اي مشكله. نقل التطبيق اللي بعد كده، وتطبيق ريوش جدا الصراحه، يعني تطبيق يستاهل لايك الصراحه. يعني اسمه anything picture in picture، وكل الفكره بتاعته ان هو بيخلي لك اي حاجه تبقى عايمه، او فيديو او صوره او فيديو يوتيوب، اي حاجه تبقى عايمه على الشاشه من غير حتى ما تكون دافع ثمن الخدمه. يعني في حاجات مثلا زي يوتيوب بيخليك لو انت لازم تبقى يوتيوب بريميوم عشان تقدر ان انت تخلي الفيديو تشتغل على الشاشه الرئيسيه تبقى بشكل عايم. طب انا عايز اشغل الفيديو ده مثلا، الفيديو ده لسه نازل قريب، هنعمل شير ونعمل كابل لينك، نخش على البرنامج وتعمل بيست للفيديو ده وتدوس بلاي، الفيديو هيشتغل، هتعمل كده الفيديو بقى عايم على الشاشه الرئيسيه بالشكل ده. تقدر ان انت تتحكم فيه، تقدر تجري الفيديو، تبطئ الفيديو، تعمل بوز او بلاي، او تخش تاني تظبط الاعدادات من جوه البرنامج. ممكن تشغل فيديو تاني، ممكن تعمل كلوز، ممكن تفتح فيديو او صوره من جوه عندك في الجاليري. طبعا ده يعني حاجه مش مدعومه اصلا في كل موبايلات اندرويد البرنامج بتاع الجاليري نفسه، ولكن تقدر تختار فعلا صوره او فيديو من جوه الجاليري يبقوا عايمين بالشكل ده. فحركه جامده جدا وروشه جدا، وبرنامج رايق ومجاني، تقدر تحمله من اللينك بتاعه في الديسكريبشن تحت الفيديو. التطبيق اللي بعد كده بقى اسمه بيبرز، وده تطبيق خلفيات ريوش، بيجيب لك خلفيات بدقات عاليه جدا وكواليتي رهيبه. يعني انت لو انت بتدور على خلفيات بكواليتي عاليه مثلا زي الخلفيات دي مثلا، تقول انت تعمله انت تعمل كده وتدوس على علامه الداونلود، هيحمل لك الخلفيه بكواليتي عاليه، تقدر تحطها خلفيه للموبايل بتاعك، وكمان كنت تحطها خلفيه مباشره من التطبيق ده. خلفيات ريوشه جدا وترندي، ويعني بص دي بتاعت سكواد جيم، فلا خلفيات روشه جدا الصراحه، وانا استخدمته كتير الفتره اللي فاتت. تسرش كمان في كاتيجوريز كتير قوي هنا، وتقدر ان انت من الكاتيجوريز كمان لو انت بره كده ان انت تسرش في الكاتيجوريز زي ما احنا قلنا، وتقدر كمان انت تسرش على حاجه بعينها. يعني انا عايز مثلا خلفيات مثلا لسبايدر مان مثلا،
نكتب سبايدر مان هتلاقي خلفيات لسبايدر مان جوه الابلكيشن بكواليتي عاليه تقدر تستخدمها. الناس بتسالني انت بتجيب خلفيات روشه منين؟ اتفضل ده الابلكيشن اللي انا بستخدمه معظم الوقت. لو انت بقى مش عايز خلفيات بس وعايز تروق على موبايلك تعمل سيت اب جديد تغير تدلع موبايلك زي ما احنا ما بنقول، فمثلا حاجه زي كده انا بحب الحاجات السيمبل اللي بالشكل ده. فلو انت عايز تخلي مثلا الواجهه بتاعت موبايلك بالشكل ده او باي شكل من الاشكال الموجوده في البرنامج، فالبرنامج ده بيوفر لك تصميمات كتير تقدر تحطها كواجهه رئيسيه للموبايل بتاعك، تقدر تستخدم التطبيقات والايكونز والويدجتس دي، وهو بيوفر لك بيقول لك هو الويدجتس دي ايه والباك اب بتاعها والنسخه الاحتياطيه والبرامج، وكمان بتدوس على اسم الحاجه بيجيبها لك من البلاي ستور مباشره من غير ما تقعد تلف ودور او تاخد اسم البرنامج وتدور عليه على البلاي ستور. فبرنامج رايق قوي الصراحه، هتلاقي اللينك بتاعه في الديسكربشن واسمه باليت. البرنامج اللي بعد كده بقى اسمه ديفايس انفو، ده اخر برنامج معانا النهارده. ده بيجيب لك كل حاجه عن الموبايل بتاعك، استهلاكك، استهلاك المساحه، عدد التطبيقات اللي بتستخدمها، عدد السنسورز المستشعرات الموجوده في الموبايل واساميها وكل واحد فيها شغال ازاي، وتقدر تعرف كل حاجه عنه وتفاصيله وتجربه كمان، وكمان تقدر تعرف المساحه والبطاريه واستهلاكك ليهم وعدد التطبيقات. زي ما انا قلت تقدر يعني انا عندي فوق ال 400 تطبيق على الموبايل، انا هالك الموبايل الصراحه، الموبايل ده حمال اساسي بشكل مش طبيعي. طبعا في شويه اعلانات بسيطه ولكن هو بيجيب لك كل حاجه، اسم الموبايل، السيريال نمبر او الموديل بتاعه، كل تفاصيله، نوع الفينجر برينت او سنسور، السيستم، كل التفاصيل بتاعته وكل التفاصيل انت عايزها، السي بي يو والباتري والنتورك بتاعتك، كل حاجه حرفيا موجوده في الموبايل تقدر تعرفها عن طريق الابل. كل حاجه عارفين موجوده في الموبايل بتاعك تقدر تعرفها عن طريق الابلكيشن ده. برنامج مجاني هتلاقيه على البلاي ستور واللينك بتاعه في الديسكربشن. وايه بس كده، دي كانت كل حاجه في الفيديو بتاع النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. عندكم اي اسئله او استفسارات اكتبوا في كومنت تحت الفيديو، لينكات التطبيقات كلها موجوده في الديسكربشن تقدروا تحملوها، ولو اللينكات مش شغاله تقدروا تفتحوا الفيديو من المتصفح، دي مشكله من يوتيوب مش من عندي، افتح الفيديو من كروم عادي بعد ما تشوف الفيديو ده وحمل التطبيقات من كروم. وبس كده، كان معكم عبد الرحمن هواري، اشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامه.